امبارح كانت توقعاتي ان العاصمة اليوكرانية هتسقط على بكرة ان شاء الله، ده كان اعتقادي بناء على الاشياء اللي احنا شفناها. انما شكرا للاعلام عامة، الاعلام العربي الاجنبي اي اعلام، واللي احنا بنشوفه حاليا في التلفزيون وفي الجرايد، او بنقرا عنه في الجرايد وبنسمع عنه في الراديو، المعنوية اليوكرانية اقوى ما كنا نتوقعها. وعليها طول ما المعنوية قوية طول ما الخسائر الروسية هتزيد. متى الخسائر هتوصل إلى نقطة بحيث إن الروس يغيروا رأيهم؟ صعب تفكيرها حاليا، إنما أنا أقول يعني حاليا بناء على اللي احنا شايفينه، ما أعتقدش إن كييف هتسقط يوم الاثنين. إنما إذا الجيش الروسي استمر في الحرب الحصار على أوكرانيا ما زال، والمعنوية الروسية قوية، أنا هقول في نهاية الأمر إن العاصمة كييف هتسقط يمكن على نهاية الأسبوع القادم. إنما صعب توقعاتها حاليا بناء على اللي احنا بنشوفه في الجرايد. لا تنسى 4000 جندي روسي خسر أو قتل في خلال الأسبوع الأولاني من حرب مع أوكرانيا. مين كان يتوقع هذا الشيء؟ ما كانش حد يتوقع. دي فرصة، مش عايز أقول فرصة ذهبية، إنما فرصة مهمة من الناحية العسكرية، إن إحنا نراقب إزاي الروس بيحاربوا، تخطيطهم إزاي، لأن عمرنا يعني بقالنا فترة ما عندناش أجيال حاليا في الجيش حضرت الحرب العالمية الثانية وما زالوا مثلا في الخدمة. فديت حاجة جديدة إن إحنا بنشوفهم بحقه حقيقي بيحاولوا انهم يحاربوا بالاسلحه بتاعتهم بالدكتور بتاعتهم. ده شيء مهم جدا، لازم نشوفه، لازم ندرسه.